אסלאמו עלייקום, מעכום פרופסור מימי אייזנשטט, ראיסת אל-ג'אמיעה אל-מפתוחה. אל-ג'אמיעה אל-מפתוחה היא הג'אמיעת מותעדידת הסקפת, חייסויד רוסופיה אקסר מן סבת אלף טליב מן אל-מוג'טם אל-ערבי, פי מג'לת דירסיה מותעדידה ומוכתליפה. בהזה שחר אל-מוברק, התוואג'ה הלק ריקול הדיינת, في المجتمع العربي واتمنى لكم اعياد سعيده ورمضان كريم صوما مقبولا وافطارا شهيا مرحبا للجميع معكم بروفيسور جاي ميرون نائب رئيسة الشؤون الأكاديمية في ظل أزمة كورونا في إسرائيل والعالم بأكمله كلنا نحتفل في كل الأعياد بشكل غير طبيعي حتى شهر رمضان هذه السنة سيكون مختلف مع ذلك نتمنى الأعضاء هيئة التدريس والمؤذفين والطلاب شهر مبارك ونجاح باهر للطلاب في دراساتهم وامتحاناتهم سلامات معكم بروفيسور أفير توفيق مينس عميد على دراسات الأكاديمية الجامعة المفتوحة هي بيت لتقريبا 50,000 طالب وهي طبعا كمان بيت للطلبات والطلاب العرب باللغة العربية في مطر منصب كتير في هذا الموضوع يعني بيتنا بيتكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير سلام معكم عميد شترايت الرئيس التنفيذي للجامعة المفتوحة أتمنى لكم رمضان كريم مع كامل الصحة والعافية